نيجي بقى للشق المهم جدا اللي حقيقي حد ما بيتكلمش عليه، يعني طبعا موضوع صناعه الورق واستهلاك الورق ده من المجالات اللي ايه يعني بيست طبعا كابت سيكريت، ما حدش جايب سيرتها خالص خالص، ما حدش جايب سيرتها، كل اللي بنفكر فيه بس تمبر والخشب، والخشب يطلع منه الورق، عمرنا ما فكرنا في الشق الباقي. والخشب طبعا مش عندنا، في الشق الباقي اللي هو استخدام البجاز في الورق وايه البوتنشال بتاعه، مش اللي موجود ايه فرصه انه يزيد عن كده. فتفضل الاستاذ يوسف شاهين، يعني سعداء بوجود حضرتك معانا، فقول لنا يعني منظورك ايه في القصه بتاعت الورق، يعني زي ما عرضناها وزود عليها زي ما تفضل. يعني مبدئيا بشكر حضرتك يعني على الدعوة الكريمة. معلومات بصراحة بالنسبة لي يعني مجال جديد خالص أنا، بس معلومات شيقة جدا، ونشكر حضرتك على الدعوة وعلى المجهود المعمول في الدراسة. وطبعا دكتور سعد وإسلام مي يعني بشكركم على الإضافة. يعني فيما يخص صناعة الورق، يعني مصر دايما هتفضل عندها عجز في الورق، وده شيء طبيعي لأنه أساس الخامة بتاعته بتيجي من الخشب، والخشب بيتحول إلى لب، واللب بيتصنع منه الورق. فدايما طبيعي إن يكون في عجز في الميزان التجاري للورق، لكن إحنا بنحاول دايما كمهتمين بصناعة الورق إن إحنا ندور على مصدر ألياف بديلة للخشب. وطبعا في حاجات كتيرة تنفع غير طبعا مصاصة القصب أو البجاز، وفي مصادر أخرى من المخلفات الزراعية زي قش الرز، زي بوس الذرة، زي جريد النخل، وكل دي ألياف تم تجربتها. لكن إحنا مهتمين جدا بالقصب لأن في ميزة جامدة جدا عن بقية المصادر بتاعة المخلفات الزراعية، إن هو بيغني مصنع الورق عن تكلفة الجمع، ودي أكبر جزء في التكلفة. لو مثلا سواء قش الرز أو بوص الذرة، بتبقى المخلفات متوزعة، فتجميعها بيعمل تكلفة كبيرة جدا. ميزة مصاصة القصب الأساسية إن مصنع السكر بيبقى مجمعها جاهزة، يعني ناتج العصر، فبتبقى مئات الآلاف من الأطنان متجمعين كلهم في مكان واحد. فدي طبعا بتدي ميزة كبيرة جدا في الصناعة. إحنا بالنسبة لنوعية الألياف، طبعا ما فيش خلاف ان نوعيه الالياف اللي صادره من المخلفات الزراعيه او القصب البجاس اللي احنا بنتكلم عليه النهارده هي اقل شويه من اللب الخشب، ومش بتصلح لصناعه جميع انواع الورق. في انواع ورق كتيره جدا، ولكن في الانواع الاساسيه بنقدر ندخل فيها مصاصه القصب. أنا طبعا عايز أرجع على التعليق على المعادلة اللي معمولة ما بين شركات الورق وشركة السكر. المعادلة دي لما اتعملت، دي معادلة قديمة، لما اتعملت كانت في التسعينات، كان ساعتها الوقود عليه دعم، فكان مصانع الورق بتقدر تاخد مصاصة القصب بسعر كويس، لأنه بيقارن بالوقود المدعوم، فبتقدر تشتغل وتكسب. فساعتها كان المشروع مربح جدا وما كانش فيه مشاكل. ابتدت المشاكل تظهر مع رفع الدعم عن المنتجات، عن الوقود يعني. فهنا ابتدى يظهر الخلل. اسلام بيه حلها في دقيقة وقال كاربون كريدت، لأن المعادلة مش محطوط فيها الأثر البيئي. الأثر البيئي لو اتحط في المعادلة طبعا لازم نرجح كفة الورق، لكن لو شلنا الأثر البيئي هتبقى عملية، فأسهل بالنسبة لشركة السكر إن تقول لا، ما أنا هاخد القيمة دي في صورة وقود وموضوع خلص. فدي الحتة اللي واقفين فيها،
بالنسبة لهذه الصناعة، الحتة التانية اللي مخلية أي مستثمر يعني رجل ورا ورجل قدام في الاستثمار في صناعة ورق من قصب السكر، إن هي عدم وضوح، ما حدش عارف. يمكن أنا النهاردة عرفت، لكن ما كناش عارفين خطة الدولة إيه بالنسبة لقصب السكر. كان في تخوف دايما ان نخش حد يخش يعمل استثمار. صناعة الورق صناعة تقيلة، اقل مصنع ورق بيكلف، يعني بنتكلم في مليارات الجنيهات، فما حدش قادر يحط استثمار وهو يجي يقول والله ممكن صناعة زراعة القصب بسبب المية تتوقف او تتحدد او ايا كان. فده برضو كان من الحاجات. لكن لو في استراتيجية واضحة للدولة، لا الكميات اللي موجودة هنحافظ عليها وهتفضل دايما موجودة طبعا المستقبل المنظور يعني، ومع حل معادلة الطاقة مقابل البجاز، أتصور إن على طول هنلاقي استثمارات سواء قطاع خاص او قطاع عام، بس اعتقد ان القطاع الخاص هيكون اسرع لان المعادله واضحه ومصر فيها عجز في الورق. صحيح هتفضل اصناف بره السكوب، ولكن الاصناف اللي نقدر ندخل فيها البجاز حتى لو غطينا الاستهلاك المحلي، المنطقه كلها حوالينا فيها عجز في الورق، ففرص التصدير فيها متاحة وسهلة، هي بس عايزة تظبيط الاستراتيجية تكون واضحة، والحاجات البسيطة كلها حاجات استراتيجية وحاجات إدارية. أتصور إن الاستثمارات في الحتة دي تكون سهلة جدا. يعني ده بالنسبة لصناعة الورق فيما علاقتها بالأصل. ما عندي وأشكركم. شكرا يا فندم. انا عندي بس سؤال عام، ما اعرفش حضرتك اللي تجاوب عليه ولا دكتور سعد ولا الاستاذ اسلام. ليه كاربون كريدت مش داخل؟ يعني ليه؟ يعني ما دام احنا عارفين والكاربون كريدت يحل، يعني مش قادر افهم موضوع الحلول اللي بنقعد نتفرج عليها كده وما نعملش حاجه. ليه كاربون كريدت مش حاسبينه؟ فاكره حضرتك يا دكتوره عبله معادله اللبن اللي حضرتك عملتيها لي في الزراعه؟ اللبن شتوي وصيفي واللبن الجاف واللبن الطازه، يعني حاجه زي كده. يعني هي عايزه هاو تو ثينك بيج، يعني هاو تو ثينك بيج، وعاوز نصلح مؤسسي ونحط استراتيجيه نرجع للريكومنديشنز بتاعتنا تاني. طبعا بس ده كلام مهم جدا جدا، وادينا طمناك بقى يا استاذ يوسف. طبعًا. عايزين بقى استثمارات من بكره بقى في الورق خلاص. طب يعني في دلوقتي ستيتمنت رسمي للدكتور سعد ان احنا مستنيين في المساحه بتاعته، مش هتقل ولا يعني احنا هنزرع 300,000، يعني مساحه القصب. الحمد لله. هو حضرتك النهارده في مصنعين بس سكر اللي وراهم مصانع ورق اللي هم هنا وادفو، لكن اكبر مصنعين اللي في مجع حمادي وفي كومومبو دول لسه بيحرقوا البجاز وبيستعملوه كطاقه. دي تقدر تضاعف او يمكن اكتر من الضعف لو الطاقات دي اتحط وراها مصانع ورق، تخلي انتاج الورق اللي في مصر اكتر من الضعف اللي موجود حاليا. وبعدين برضه زياده انتاجيه القصب، يعني ما بنقول هننقل من 38 الى 50 الى 60 طن للفدان، هيزود الانتاج وبالتالي امكانيه التوسع في الورق هتبقى موجوده ايضا. اكيد طبعا. اكيد اكيد. طيب احنا هنفتح الفلور للاسئله. استاذ ساكر النور، شاكر النور. ايوه مساء الخير، سامعني حضرتك؟ مساء النور. ايوه فندم. انا اسمي صقر مش شاكر. انا اسفه معلش. اصل لا ما فيش مشكله، مفهوم جدا. عشان في اي ار، بس عشان مكتوب اي ار والله، لكن لو كان صقر كان اس اي كي ار. بس اتفضل. انا اول حاجه عندي تعليق على يعني انا ما قريتش طبعا التقرير، على اللي سمعته من التقرير، وهو انه في بعد غذائي كان ممكن يبقى مهم جدا في الابعاد، يبقى 5 ابعاد مش 4 بس، لان البعد الغذائي مهم لانه وزاره التضامن بتاخد جزء كبير من انتاج السكر، وفي نفس الوقت كمان
المنظومه الغذائيه بتاعت مصر في حاجات كتير ممكن تتناقش. فبما اننا بنفكر برؤيه استراتيجيه لازم ناخد الفود سيستم بكل مكوناته مش بس سلاسل الغذاء. حاجه تانية بالنسبه طبعا للدكتور سعد، برضو انا سعيد انه في تغيير حصل عن استراتيجيه 2009، لانه كان مكتوب وانا فاكر كويس ان هيتم تخفيض كميه القصب في الصعيد، فده تحسن انا في رايي يعني كواحد مهتم بالزراعه وبالصعيد، دي حاجه عظيمه جدا. ودي حاجه يا ريت احنا عايزين نقرا بقى الاستراتيجيه الجديده هنستفيد جدا منها. النقطه الاخيره عشان مش عايز اطول وادي فرصه للناس الثانيه، هي موضوع تسعير الميه وفكره النقاش حوالين الميه. طبعا ده نقاش مهم وكبير، بس كمان كنت عايز اقول انه في الزراعه الصحراويه ما فيش عدادات ميه وما نعرفش الاستهلاك شكله ازاي برضو، لكن مع الفلاحين عارفين الاستهلاك شكله ازاي لانه في تحكم للقنوات عبر وزاره الري، يعني المنظومه واضحه جدا، عارفين تقريبا الميه بتروح فين وبتستخدم ازاي. بس في الجزء الحديث ما فيش خصوصا في الجزء الماء الارضي، يعني اللي هو المياه الجوفيه اللي هو برضو جزء من مخزوننا الكبير، لازم برضو نفهم اللي بيحصل فيها حتى لو بيستخدموا تكنولوجيا حديثه. انا شكرا مش عايز اطول، شكرا جدا لحضراتكم. شكرا يا فندم، شكرا على اضافه البعد الغذائي لانه هو فعلا مهم، يعني هو بره حدود الدراسه لكن هو بالتاكيد اعتقد ان احنا ممكن يعني نشير له، وان كان احنا استهلاكنا للسكر على فكره عالي جدا، وكان بيقال زمان لو انا فاكره صح يعني ان مصر كان استهلاكها للفرد للسكر كان منخفض جدا قبل ما نبتدي ندعمه. اول ما ابتدينا ندعمه وتحول الى مصدر وجبه، يعني هو العامل في مكان بيبقى ياخد كوبايه شاي فيها 5 معالق سكر ودي بيفضل قاعد عليها بيشتغل، فهو يعني تحول لغير استخدامه ومش صحي، لكن كان نتيجه الدعم. فالمنظومه برضو الغذائيه بتاعتنا ما هياش مظبطه قوي، يعني العالم كله اعتقد ان هو بيستهلك على مستوى الفرد يا استاذ اسلام، مش على مستوى التوتال، على مستوى الفرد الاستهلاك عالي. حكاية التسعير بتاع المية، أولا إحنا عاملين دراسة كبيرة قوي في الـ CS على الري وعلى الووتر سبلاي في مصر، وفي واحدة بالكامل على الري وبتشير لموضوع التسعير المية، لكن هي قبل ما نفكر في التسعير زي ما قلتوا ده مهم جدا إن إحنا نقوله تاني، لازم الأول نقيس نشوف الكميات. فكونك مناطق الصحراوية ما بيتقاس فيها دي مشكلة، والمناطق الزراعية الفلاح برضو حتى لو معروف لازم يتقاس الكميات اللي بتستهلك، نعرف إحنا بنستهلك قد ايه، يعني حاجه غريبه جدا ان احنا بنزرع ومش عارفين احنا بنستهلك قد ايه، ولازم يكون في حافز ان انا اقلل. لكن التسعير كفكره لازم يتم تناولها بحرص شديد وما تجيش غير في اطار استراتيجي انا حاميه فيه الفلاح، مش هبهدل الفلاح عشان ده يعني ده ما ينفعش ان احنا نعمله. دكتور استاذ عارف عايز اعقب بس على موضوع الزراعه الصحراويه والعدادات، هو الحقيقه ده اشتراط من وزاره الري انه الابار المياه الجوفيه اللي في الزراعات الصحراويه لازم يكون عليها عدادات، فيعني جايز دي تكون حاجه مش قديمه او مش بتطبق من زمان، لكن في الثلاث اربع سنين اللي فاتت وزاره الري من خلال مديريات الري اللي موجوده في المحافظات المختلفه خاصه المحافظات اللي فيها زراعه على المياه الجوفيه، لا في عدادات وبيتم معايرتها وبيشوفوا كميات المياه المستهلكه فيها قد ايه. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي عايز بس ااكد عليها انه اللي بيزرع في الصحراء ما يقدرش يفرط في استهلاك المياه، لان بالنسبه له تكلفه رفع المياه من الاعماق توصل ل 100 متر مش من مصلحته، ما يقدرش ان هو يعني اقتصاديا لازم يتلم. طبعا اقتصاديا لازم يتلم كميه المياه، اكيد بس ممكن يكون في الرقابه بتاعت الموضوع ده هو ممكن تكون ما هياش كافيه، يعني اللي هو يعني اللي هو الاستاذ كان بيقوله ان في حته هي مش الكل، واضح ان القاعده انه لازم يكون فيه وده الاصل، بس هو مدى الرقابه بقى على ده. دكتور سعد حضرتك عايز تكمل حاجه في النقطه دي؟ اتفضل. البعد الغذائي اللي قال عليه فعلا استاذنا الجميل، طبعا احنا ما اتكلمناش فيه، بس احنا دلوقتي بنقدر نقول ان احنا بننتج من البنجر حوالي 1.8 مليون طن او 1.7، ومن القصب 9 مليون طن او مليون طن، فالاثنين مع بعض 2.7، استهلاكنا الكلي 3.4 مليون،
طبعا اعلى استهلاك في العالم اللي هو 34 كيلو جرام للفرد، وزي ما قالوا الاساتذه ان ده الناس بتعتبر السكر مصدر للسعرات الحراريه، طبيعه الغذاء يعني انه رخيص كمان ومدعوم زي ما حضرتك قلتي، فبيعتبر بياخدوا سكر بالشاي يعني مش الشاي بالسكر، سكر بالشاي يعني بالظبط. بيعتبر وجبه. فعشان كده الفجوه عندنا حوالي يعني لما نقول احنا بننتج 2.7 والاستهلاك 3.4 العالي ده، عندنا فجوة حوالي 700,000. في كمان بيقولوا في محليات كده من الذرة والحاجات دي 200,000، يعني بنتكلم في 500,000 طن. أعتقد بسهولة جدا جدا في مصر حتى لو فضل الاستهلاك زي ما هو ما رشدناهوش من خلال ترشيد التسعير ممكن وتقليل الفخد وكده، ممكن جدا من خلال التوسع الرأسي في القصب والتوسع الأفقي والرأسي في البنجر نكتفي ذاتيا يعني في فترة قصيرة جدا. فيعني الموضوع ده is taken care of ومعروف طبعا. طبعا استهلاك الفرد العالي من السكر ده طبعا محتاج برضه نظره، ومصر كمان من اعلى الدول المستهلكه للانسولين، يعني انت بتدعم السكر وبتدعم الانسولين كمان. عندنا مشكله غذائيه كبيره جدا الحقيقه، يعني من طبعا الانماط الغذائيه ضاره، يعني حتى طبعا الناس التخينه تخينه بسبب بالظبط اكل بالظبط الكربوهيدرات يعني النشويات، يعني وده مش حاجه عندنا صحيه خالص. يعني مش عندنا مش اندر نيوتريشن، مال نيوتريشن، سوء تغذيه. مال نيوتريشن طبعا طبعا، طبعا مشكله كبيره يعني. شكرا يا الاستراتيجيه فندم الجديده استاذ يعني عادل. سامعني استراتيجيه دلوقتي ان المعتزله شاء اللي الله؟ زودتكم بيها طبعا موجوده، تسعير الميه زي ما حضرتك قلتي، الناس دلوقتي في الاراضي كده كلها بيتحملوا تكلفه الطاقه ورفع الميه والمينتنس والاوبريتنج كوست والابار وحفر الابار والكهرباء وكده. وزي ما الاستاذ اسلام قال مش من مصلحته انه يستهلك ميه كتير، ده بديل بالظبط كده حقيقه، بالظبط كده. بس احنا لازم نقيس ونبقى عارفين احنا يعني ايوه هو بيعملها عشان اقتصاديا لازم ينجح بالظبط مشروعه، بس احنا كدوله لازم كدوله، نبقى عارفين نقيس طبعا، انما لازم المفروض تسعير الميه يعني زي ما حضرتك قلت موضوع حساس جدا ويجب يدرس في اطار كلي، يعني ما بالظبط اطار وزاره كلي لا يظلم، لا يظلم الفلاح، ده مهم فلاح جدا. انا ما اقدرش لان ده يعني الضرايب وفي حاجات كتير قوي مبهدله الناس، عشان برضو دايما التعامل معاها جانبي طبعا كده وما الفلاح مش ينفعش مستحمل يعني طبعا مش مستحمل بالظبط. استاذ عارف اخيرا انا كنت لسه هقول لك اكتب السؤال، فالحمد لله ان انت عرفت. شكرا. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا اول لازم اشكر المركز حقيقي اللي هو ما زال مستمر في العمل الرائع اللي انا شخصيا بتابعه من زمان يعني، فبشكركم جدا جدا، وخاصه ان كنتوا النهارده رحتوا كده على شويه على قطاع الزراعه شويه اللي ما حدش بيهتم بيه. فلكن عموما انا في الاول ما قريت العنوان كنت بتصور انه لما استخدمت ام هي يا اما السكر قصب السكر يا اما البنجر، لكن واضح من خلال مسار الندوه انه لا مش الحكايه كده، بس هو لغويا للامانه كلمه ام تستخدم لتحديد المطلوب يا اما هذا واما ذاك. مكتوب الجدل احنا قاصدين يا فندم، مكتوب الجدل الزائد، كان ممكن تستخدمه قصدين او عشان نجيبكم، قصدين عشان مكتوب نجيبكم، الجدل تمام الزائد قصدين ما تستخدمش قوي. تمام. الحاجه الثانيه انا الجدل الزائد ده عشان انا لغه عربيه اصلا يعني. أيوة الحاجه طبعا. الثانيه ليش كمان ليه انتم ما فيش حد بيمثل شركه السكر؟ مش ممكن. لا موجود مش يا ممكن. فندم دكتور احمد ابو اليزيد، دكتور احمد ابو اليزيد سابنا وراح مجلس النواب يناقش السعر. موجود هو مدعو. من فين يا فندم؟ شركه ايه؟ هي شركه الدلتا اكبر شركه لا الانتاج. لا شركة. لا انا بس لا انا عاوز الشركه القطاع العام بتاعت الدوله اللي هي فيها مصانع الصعيد، اللي هي في اللي فيها شركة السكر التكاملية، مفيش حد بيمثلها نهائي. شركة السكر قطاع عام مفيش. ثاني حاجة مفيش حد بيمثل مزارعين القصب. خلوني أنا بقى أتكلم، أنا راجل من هنا وسط مزارع القصب، كان ممكن أقول لكم وأنا في القصب دلوقتي أشوف القصب ورايا. في أول حاجة اللي أنا عاوز يعني أنا كنت عندي نقاط كثيرة، لكن أنتوا أثرتوني واستفزتوني بكلمة الدعم. أنا نفسي أفهم دعم إيه؟ ازاي بندعم السكر؟ اذا كان انت الحكومه بتاخد سعر السكر من المصانع اللي هي القطاع العام ب 3.5 او 4 جنيه وبتبيعه على بطاقه التموين ب 9 او 10، فده لا بالعكس. لا 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 يا فندم، لا يا فندم، شركه وزاره التموين بتاخد باقي السكر من شركه السكر والصناعات التكاملية ب 9 جنيه ونص. انا معلوماتي من شركه السكر لا دي يعني يمكن حضرتك دكتور سعد يمكن انت عندك المعلومه الحقيقيه. اوكي تمام. حضرتك لان انا في مجلس اداره الشركه القابضه للصناعات الغذائيه،
بتاخد ممثلة شركة السكر والصناعات التكاملية بتسعة جنيه ونص كوست بلس، يعني هي بتنتج وتشوف تكلفتها كام وتضيف عليه مارجن ربح. طيب احنا في بعض الاوقات كنا بنعمل رسم وارد على استيراد السكر علشان كان جاي رخيص، فانت هنا يعني انا يعني في كلمه دعم السكر انا مش قادر افهمها، يا ريت حد يبقى يفهم. انا شايف انه ما فيش دعم للسكر. الحاجه الثانيه انت دلوقتي قليل بس يعني انت بتاخد سعر القصب، انت محتكر مزارع القصب محدد سعر وبتاخد منهم بسعر معين. المهم خلينا يمكن في الحاجات المهمه صناعة السكر بالنسبة، أنا بتكلم على قصب السكر اللي موجود في محافظتنا. أنت ممكن أنا يعني فاكر عملت حاجة دراسة اسمها السكر الكيماويات، صناعة السكر الكيماويات. النهاردة ممكن تعمل قيمة مضافة، أنتم مركزين على حاجة واحدة بس على الورق. ومعلش هقول لكم برضو معلومة أنه الورق اللي طالع من مصاصة القصب ما هواش صالح لكل شيء، فلا يمكن نقدر نقول نكتفي بالورق باحتياجاتنا من الورق من خلال تصنيع الورق من مخلفات صناعة السكر. ده مش صحيح، لأن الورق ده له مواصفات معينة لا يصلح لكل شيء. ثم إنه طبعا ما قلناش يا فندم، معلش ثانية واحدة فندم، ثانية واحدة عشان بس اللي بيسمع، احنا ما قلناش كده والأستاذ يوسف ما قالش كده، قال إن هو بيستخدم إنه أخذنا مثال صناعة الورق كمثال وقال إنها بتصنع أنواع معينة من الورق ما تقدرش تصنع بقية الأنواع، هي ستفي جزء من الاحتياج. كلام كان واضح جدا، نحن لا ندعي غير ذلك. وفي 16 تمام. الشيء الثاني ان احنا ممكن نركز زي ما انا عندي دراسه عاملينها صناعه السكر للامانه مركز البحوث والتطوير، انا ممكن اطلع 17 18 منتج من السكر من صناعه السكر على قصب السكر. يعني ممكن فعلا لو احنا ركزنا زي ما شفنا في البرازيل انه بيطلع مثل هذه المنتجات، هيبقى هنا سعر السكر بالنسبه لي مش هو المهم، لان انا عندي منتجات اخرى بتديني عائد وتديني قيمه مضافه اكتر من السكر المنتج الاساسي نفسه، وده موجود في البرازيل. واحنا زورنا بعض الشركات لا احنا متفقين يا فندم معاك، احنا قايلين كده، احنا بس اتكلمنا بالتفصيل على الورق مش اكتر، لكن احنا ذكرنا يعني ده كان واضح جدا، ذكرنا كل الصناعات اللي ممكن تطلع منه. معاك متفقين معاك يعني. هو ده اللي عاوزين التركيز عليه. أنا يعني في محاولات لحتى شركات خاصة عاوزة تاخد المخلفات اللي هي بتلوث البيئة وشركة السكر بتحاول تتخلص منها، بيعمل منها قيمة مضافة عالية جدا جدا جدا. آخر نقطة اللي برضو الزملاء اللي تكلموا عن أنه ممكن أزرع البنجر وبعد كده أزرع محصول صيفي، لا في الصعيد في محافظة إنا بالذات صعب جدا تزرع محصول صيفي. وفي طبعا تجارب عملتها وزارة الزراعة لزراعة البنجر في منطقة المراشدة جنب هنا ونفعت، لكن انت عشان تزرع محصول صيفي بعد البنجر الثاني دي درجة الحرارة تبقى حوالي 50%. للأسف كل المزارعين حاليا في مثل هذه المزرعة لا يستطيعون زراعة محصول صيفي نظرا للتبخر الشديد اللي بقى موجود في الصيف، فتبقى تكلفة المية حتى لو استخدمنا النيو السيستم الريجيشن برضو هيبقى التكلفة عالية جدا، فهيبقى من الصعب جدا جدا ان انا ازرع. وهو ليس وليس اقتصادي يا فندم، ليس اقتصادي ان اروح ازرع بندر في الصعيد، احنا قلنا منطقة الدلتا. طبعا القصب سكر يفضل القصب سكر خلينا نستغل المميزات الطبيعية للصعيد، المميزات الطبيعية اللي موجودة، المناخ الطبيعي اللي هو مناسب لزراعة القصب، ونركز عليه زي ما قال الدكتور سعد ان احنا ممكن نعمل زيادة رأسية ممكن في ابحاث. لكن بيلفت نظري برضو شوية انه احنا رغم ان دولة عريقة في صناعة السكر لكن ما عندناش المعاهد البحثية المتخصصة. عشان بس انا اقول لكم في معهد في اسيوط، في معهد في جامعة أسيوط والناس بيعملوا شغل كويس للأمانة، لكن المفروض يبقى عندنا معهد متخصص يأخذ من أول عملية الزراعة للتصنيع للمخلفات حتى بما فيها استنباط أصناف جديدة تناسب المتغيرات اللي بتحصل سواء في المناخ أو سواء للمية أو سواء كده. أنا يعني عاوز أشكركم من الدكتور سعد طمنا، أنا كنت خايف لما شفت عنوان الندوة أم سكر القصب والسكر أم البنجر، هتقولنا لا نلغي بقى القصب ونزرع بنجر زي ما الناس هناك في الصعيد على فكرة عندهم هذا الاعتقاد انه في شائعات، في ناس عاوزة تقفل مصانع السكر كلها عشان تعمل مصانع بنجر. لا ده كان صحيح يا فندم في المنيا لانه بعتوا الناس. لا انا فاهم، بس احنا اتكلمنا خلاص بشكل اقتصادي وبشكل علمي سليم، احنا ملناش صالح،
يعني احنا شفنا القيمه بتاعه صناعه السكر، وكلام الدكتور سعد ياكد ان الدنيا منظومه ماشيه كويسه. شكرا يا فندم. انا يعني ده كويس جدا، كويس جدا الدكتور سعد فعلا طمن الناس، لانه كانت في ناس بتقول انه في شركه هتتعمل في المنيا وعاوزين ياخدوا كمان الخبراء اللي في شركه السكر وبعتوا لهم. لكن انا برضو يعني الدكتور سعد الكلام اللي قاله ان احنا اتليست هنحافظ على المساحه الموجوده ونحاول نطور منها. شكرا استاذ عارف، بشكركم بشكركم جميعا. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم. دكتور نادر شكرا يا فندم على صبرك، تفضل يا فندم. اهلا بيكي، بشكرك دكتوره عبلة وبشكر الدكتوره صحر والزملاء في على العرض الجميل اللي عرضوه. وبس انا عايز بس انبه لحاجه مهمه قوي، واحنا بنتكلم على مقارنه البنجر بقصب السكر، انا بقارن محصول مناطق بارده بمحصول مناطق حر واحيانا استوائيه، يعني هنا التداخل بينهم مستحيل. انا ما اقدرش ازرع قصب السكر في الدلتا على سبيل المثال، وفي نفس الوقت كمان انا ما اقدرش ازرع البنجر في هنا واسوان، من ناحيه انه السكر محصيل قصب السكر بياخد كمية كبيرة من المية في الصعيد، ده طبيعي، ده كل المحاصيل كده مش هو بس. يعني أنا مثلا زراعة القمح في الدلتا بتاخد 2500 متر مكعب من المية، لما بزرعها في أسوان بتاخد 4000، الطماطم بتاخد والذرة بياخدوا 3000، ياخدوا 5000 لما زرعهم في أسوان. إذن هنا طبيعي إن لما بتكلم على زراعات مناطق باردة وزراعات مناطق حارة، خصوصا ان السكر قصب السكر في اصله هو محصول استوائي، يعني بنشوف ينمو في البرازيل كدوله اولى، ثم الهند وباكستان وبنجلاديش، دي الدول الكبرى في انتاج قصب السكر، ومعاهم تايلاند، كلها تعتمد على امطار صيفيه. واحنا من العبقريه المصريه ان احنا زرعنا القصب بدون امطار صيفيه واستعدناه بالري اللي رفع الرطوبه في الزراعه، وبالتالي هنا المقارنه ما بين محصول شتوي ومحصول صيفي أو محصول مناطق باردة أو محصول مناطق حارة، الحقيقة مش موضوعي، لأنه كل المحاصيل بتستهلك مية أكتر في الصعيد. وعشان كده أنا كنت دايماً بنادي أنه يكون اتجاه الاستصلاح في دولة شحيحة المياه بتعاني من ندرة المياه وفقر مائي يكون في الشمال، والدكتور سعد كان بيخش معايا في مجادلات كثيرة في هذا الأمر، واستجابت الدولة أن احنا دلوقتي مركزين على محور الضبعة ومنطقة الساحل الشمالي الغربي لاستصلاح 2.5 مليون فدان، حيث المناخ أكثر اعتدالاً، أقل استهلاكاً للمية، أمطار شتوية، مفيش جفاف، أقدر قدامي اختيار كبير، اختيار كبير من المحاصيل أقدر أزرعها. ثانياً كمان إن أنا لما أجي أقارن برضو قصب السكر ببنجر السكر، لازم أدخل الصناعات التكاملية. 17 منتج بيطلع من قصب السكر مقابل 5 منتجات. يا دكتور سعد معلش حضرتك اعمل ميوتنج بعد اذنك، سوري معلش اعمل ميوتنج. هاي اتفضل يا دكتور احمد كان عايز يدخل فبس كمان لا يخليه يدخل يا ريت، يعني فاضل له 5 دقايق ويدخل يعني. برضه ادخال التكامليه وال 17 يعني احنا مثلا اكبر دوله، احنا 10 اكبر دوله بتصدر ايثانول نتيجه قصب. طيب اسمح لي يا فندم معلش، اسمح لي معلش انا اسف ان انا قطعت حضرتك، واضح ان حضرتك ما دخلتش معانا من الاول. احنا مش بنقارن قصب سكر وبنجر كزراعه، احنا بنقارن سلسله القيمه كلها. فانا نقطه البدايه بتاعتي هي السكر اللي طالع في الاخر، وبرجع لورا اشوف طالع منين واعمل مقارنات. لان احنا عارفين كويس قوي ان علميا ما اقدرش اقارن ده بده، انا بس هي القصه كلها ان انا بتعامل مع سلسله قيمه. واتكلمنا على الصناعات التكامليه، بس حضرتك واضح انك انضميت متاخر، لكن حضرتك شفت العرض على بعض وهتلاقينا يعني اتكلمنا على الصناعات التكامليه. شكرا يا فندم. دكتور سعد دكتور احمد ابو يزيد هيدخل عشان احنا خلاص كده الوقت معانا، فهيدخل يقول حاجه ولا احنا قدامنا بالظبط يعني 3 4 دقايق. دكتور سعد انميوت معلش يا فندم، معلش سوري انميوت. ان شاء الله يمكن يدخل بالتليفون من عند حضرتك، بس يعني خليه يكلمك وحطه على السبيكر ونسمع بس اللي عايز يقوله. يا ريت دكتور احمد يا حبيبي اتكلم في التليفون، وهعمل الصوت على سامعينك يا دكتور، سامعينك. قول لنا عملتوا ايه في مجلس النواب؟ طب عملتوا ايه في المجلس؟ بس عملتوا ايه؟ بتقول لك الدكتوره عامله. لا لسه ما فيش حاجه، ما خدتوش. طب يعني مش كان اولى تحضر معانا؟ ما دام هم لسه وصلوش لحاجه. بتقول لك كان اولى تحضر معانا يعني.
تمام، واضح انه مش هيقدر يتكلم. يعني احنا في ما يعني فيش اسئله ثانيه، انا عايزه بس سؤال اخير تعليق في دقيقه مع الثلاثه المعقبين، سؤال واحد بس. لو انا في دكتور محمود، دكتور محمود محي الدين حضرتك معانا؟ انا مش شايفاه يا رام، يعني لو كنت موجود معانا يا ريت تعلن عن نفسك. بلاجر يعني، يمكن كان موجود شويه. يعني عموما في النهايه ترى عبله عندي اضافه بس عن تسعير الميه لو سمحتي لي. هو بس تسعير الميه يجب ان يؤخذ بحكمه عندنا في مصر. ليه؟ لانه افضل ان احنا نتكلم عن خدمات توصيل المياه وليس تحويل الميه من خدمه الى سلعه، لان ده ممكن يفتح علينا وابل من دول منابع النيل انه يتكلم معانا على ان طالما احنا انت بتبيع الميه للمزارعين يبقى انت كمان تدفع لنا فلوس الميه. انما لما نتكلم على خدمه توصيل المياه للمزارع الديليفري سيستم وتكاليف التبطين والكلام ده كله، ده هيكون اوقع ويمنع علينا انه دول منابع النيل تتكلم معانا عن تسعير الميه وحقها هي ايضا في ذلك. فبالتالي مش عايزين نحول الميه من خدمه الى سلعه وان نتعامل مع هذا الامر بالحكمه المطلوبه. نقطه يا فندم، دي نقطه مهمه جدا جدا، شكرا لحضرتك. شكرا. في الكام دقيقه الاخرانيين انا عايزه بس في دقيقه لكل واحد من الثلاثه المعقبين السؤال، من الاكشنز اللي احنا قلناها دي كلها ايه هي الحاجه اللي تعتبر توب برايورتي بالنسبه للدكتور سعد في الحته بتاعه الزراعه؟ ايه اكتر حاجه مهمه وان ايتم اللي المفروض ابتدي بيه؟ بالنسبه للاستاذ يوسف شاهين نفس الفكره، بالنسبه للاستاذ اسلام نفس الفكره، وان ايتم. اتفضل دكتور سعد. اتفضل. ايوه يا فندم، تمام تمام. لازم نركز على زياده انتاجيه البنجر باستخدام التقاوي وحيده العجنه عشان نزود الانتاجيه من 18 ل 30 35 ونتوسع في الاراضي الجديده افقيا. القصب هنتوسع راسيا ونزود الانتاجيه من خلال المعاملات الزراعيه الجيده والتسويه بالليزر والتنقيط والشتل الى 50 60 طن الفدان، ومع مراجعه عمليه موضوع التسعير، تسعير المنتج النهائي. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم. استاذ يوسف. يعني فيما يخص صناعه الورق، أتصور أنه يكفي حل معادلة التسعير بتاعة البجاز، وإسلام كان أفاد أنه ممكن عن طريق الكربون كريدت، ودي ده الحل المتعارف عليه عالمياً يعني. والإعلان الرسمي أن الدولة هتحافظ على مساحات القصب المزروع، فما يبقاش في تخوف من أي مستثمر أنه هو يستثمر في على الباي برودكت بتاع القصب، وممكن القصب يتلغي لو الدولة أعلنت عن نواياها بصفة رسمية. ده طبعا هيزيل هذا التخوف دول. وطبعا فتح مزايدات للقطاع خاص أو قطاع عام إن هو يخش يستثمر، لكن لو الحتتين حلوا أتصور هيبقى سهل جدا الاستثمارات، أي حد يقدر يجي يستثمر في هذا المجال. معاك طبعا، اوتوماتيك طبعا، مجرد انت شلت عائق رهيب خلاص انت الفرصه الاستثمار بانت، بزنس اوبورتيونيتي ظهرت. استاذ اسلام اتفضل يا فندم. يعني اعتقد انه النقطه الاساسيه بالنسبه للاستثمار سواء كان بقى في الزراعه والصناعه، في صناعه السكر ومن ثم التوسع في الزراعه، التوسع الراسي او الافقي، انه الدوله يكون عندها اتجاه واضح حتى ولو كان لونج تيرم، ان احنا هل عندنا دعم نقدي ولا دعم عيني. يعني لو انا بدي للمواطن المستحق للدعم مبلغ معين في بطاقه التموين وهو بيشتري السلع والخدمات بتاعته من خلال هذه البطاقه الالكترونيه، ولا يتم تدخل بشكل مباشر او غير مباشر في تسعير السكر او السلع بشكل عام في السوق طالما كان هناك منافسه حره بيضمنها القانون وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بيقوم بدوره برضو، علشان ما نخفلش الجانب ده، لأن كل الدول اللي بتبتعد عن التدخل في تسعير السلع والخدمات بيكون عندها جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قوي جدا، وعنده من الآليات اللي يقدر يضمن بيها التنافس بين الأطراف المختلفة اللي موجودة في أي صناعة.
النقطة الثانية المكملة لده انه مش من المنطقي ان احنا بنطلب ان يكون في وده الحقيقة توجه من الدولة يعني واضح جدا من رئيس الجمهورية يكون عندنا توسع في الزراعة ونضيف مساحة 2 مليون و3 مليون و4 مليون فدان وما عندناش لحد النهاردة بورصة سلعية فيها عقود مستقبلية لأن هي دي الآلية المتعارف عليها في كل الدول وكانت موجودة في مصر من 1904 بورصة القطن كانت موجودة دي الآلية اللي بتمكن بقى جميع الأطراف اللي من خلالها كمان ممكن الدولة تخش كلاعب ممكن تدخل تشتري وممكن تخش تبيع لو عندها مخزون اللي بتدي رؤية للمزارع وللمصنع وللمستهلك سعر السلعة دي أو المادة الخام دي هيبقى عامل إزاي لمدة سنة وسنة ونص قدام فدول النقطتين اللي حابب تمام شكرا يا فندم يعني الحقيقة ألف شكر ليك وكلكم يعني الندوة أنا كانت رائعة ومفيدة جدا جدا بشكر جدا جدا الخبراء المعقبين بتوعنا انهم ادونا يعني الوقت وافادونا واضافوا لمعلوماتنا بحب جدا اشكر كل الحضور واخيرا ودايما وابدا احب اشكر الفريق البحثي اللي اشتغل على الدراسه لانه عملوا فيها جهد جامد جدا لمده حوالي 5-6 شهور وما كانتش سهل خالص دكتوره سحر عبود الاقتصادي الرئيسي في المركز ودكتوره رامه سعيد الاقتصادي الأول وأشكر كمان الفريق بقية المركز الفريق الداعم اللي احنا كل عمل بنعمله كل الناس اللي موجودة بتشتغل فيه وبتساهم فيه فدايما بنحب ان احنا نشكر الجميع فأشكركم جدا وإن شاء الله بإذن الله اللقاء تاني في دراسة أخرى وندوة أخرى هيتعمل في اللينك للبرزنتيشن للعرض مع اللينك بتاع الإيفنت نفسه أول ما ينزله إن شاء الله شكرا ألف شكر ليك جميعا نشكر حضرتك يا دكتورة عبلة ويعني بنشرف ان احنا مع حضرتك في اي عمل لان الاعمال اللي بتشرفي عليها بتتميز بالجدية والدقة والتميز يعني حاجة مشرفة جدا بنشكر حضرتك على ربنا يخليك يا فندم شكرا يا فندم الف شكر يا فندم الف شكر الف شكر الف شكر سلام